الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأخوة والأخوات رئيس وأعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعون الله وتوفيقه، نفتتح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة، ونحمد الله على ما من به علينا من نعم كثيرة وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة. إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة التي ستسهب بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. لقد حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة 20 في عام 2022 بمعدل 8.7% نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي الغير نفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول 20 الأكثر تنافسية في العالم. كما حققت في مجال السياحة بلادنا أداء تاريخيا في الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية يبشر بالمزيد من نجاحات تحقيق إصلاحات اقتصادية وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا. وحرصا على تسيير أداء مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، فلقد رحبت المملكة بأكثر من 1,800,000 حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 مليون معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030، وانطلاقاً من مكانة المملكة التي تحظى بها في المستويين الإقليمين والدوليين وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة، عملت المملكة على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الصديقة والشقيقة، حيث استضافت عدد من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي. وإن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي تأكيدا لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية. كما عقدت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية لمواجهة الأحداث المؤلمة التي تتعرض لها شقائنا في غزة، عملت المملكة من خلالها إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة ولوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأننا من تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ستجدون في الكلمة الموزعة عليكم تفصيلاً لسياسة بلادكم الداخلية والخارجية. ختاماً أشكر الإخوة والأخوات في المجلس وجميع العاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان، سائلين الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما الله.